اهلا بيكم طلبة وطالبات ثانوية عامة والجزء الثاني من يونت 10 الجرامر وده كمالة الجرامر اللي احنا بدأناه في يونت 9 اللي هو خاص بالريبورت دي سبيتش عموما وخدنا ازاي نحول الجملة الغير مباشر والنهارده بنتكلم على تحويل السؤال لو انا فاهم ازاي بحول الجملة هيبقى مفيش أي مشكلة في تحويل السؤال الفكرة الاساسيه بقى في تحويل السؤال ان السؤال لما يتحول لغير مباشر يا جماعه ما بيبقاش سؤال انيمور خلاص بقى يعني انا السؤال احوله غير مباشر بيبقى في جمله اه في اداه استفهام موجوده مثلا وأحيانا ما تبقاش موجوده بستخدم مكانها حاجه طبعا اف ويذر الكلام اللي احنا عارفينه يا جماعه بتاع اولى وثانيه سنة والكلام مش جديد لكن حتى لو في اداه استفهام زي وين وات واي هاو ماتش هاو ميني هتلاقي بعد اداه استفهام صيغه جمله يعني ايه صيغه جمله يعني subject, فيرب اوبجكت لو موجود فتبقى جمله عاديه فاعل فعل مفعول يعني صيغه السؤال بتتلغي في غير المباشر طيب واشهر حاجه بنستخدمها لما اجي بحول سؤال غير مباشر ان سد وستو بحولها لاسكت لكن هو الموضوع مش بس يا جماعة أسكت لان في حاجات كتير زي ما احنا هنشوف في الجدول ده ااا اقدر استخدم حاجة زي I'd like to know I want to know I wonder I have no idea I don't know He asks Can you tell me Could you tell me طيب ده الكلام ده لو الكلام ده يا جماعة wonder طبعا want مش wanted الكلام ده present مضارع طيب في ناس بقى السنة اللي فاتت افتكرت ان اللي هنا البريزنت يعني I'd like to know يبقى الباست منها هي inquired ما انا بقولش مش قصدي كده انا قصدي دي حاجات بستخدمها فيبقى انا كده بادئ بمضارع فما بغيرش زمن السؤال لكن لو بدأت بواحدة من دول دول باست inquired wanted يبقى بغير الزمن زي ما بعمل في وشوفنا في الجملة في unit 9 تمام يعني اللي على اليمين دول مش الماضي من اللي على الشمال خلي بالك وبالتالي اه صح هي ونت ونتد وندر وندر هاد نو ايديا اي didnt نو هي هي اسكت لكن انكواد طبعا مش هي الماضي تمام آه. خلي بالي من حاجه مهمه دلوقتي خدت بالك من دول كان يتلمي كود يتلمي ايه ده هما الاثنين محطوطين تحت المضارع؟ اه طبعا لان كوديه المي هنا مش الماضي من كانيه المي هي اساسا الاتنين مضارع بستخدمهم في الريكوست زي ما احنا عارفين وحاجات كتير جدا يا جماعه اقدر استخدم اي جا. يعني مثلا ممكن آه اضيف عليهم مثلا do you know ويبقى في الماضي هتبقى did you نو do you have any idea؟ يبقى انا عندي حاجات كتير بستخدمها في تحويل السؤال الغير مباشر طيب السؤال يا جماعه حاجه من اتنين يا اما سؤال بيبقى اجابته يس او نو did you study lesson مثلا يس اي جيت نو اي didnt السؤال اجابته يس كان يو سويم يس اي كان نو اي كان يبقى السؤال اجابته يا اما يس او نو اذا كان بادئ بفعل مساعد او حاجه من المودلز اللي احنا عارفينها اللي هي الافعال الناقصه اخلي بالي من الاثنين دول يا جماعه عشان برضو بنغلط فيهم في التشوز وندر وين كوير ما ينفعش استخدم معاهم ضمير مفعول يعني ما ينفعش اقول وندر مي انكوير هيم مثلا تمام لكن ينفع اقول اسكت مي اسكت هيم صح طيب في حاله الاسئله بقى اللي انا بجاوب عنها بيس ونوز اللي قلناها دي زي مثلا دي يو سبيك فرنش او المثال اهو او هاف يو ايفر بين ابرود لما يكون سؤال زي كده باجي استخدم في الريبورتد سبيتش او في غير المباشر حاجه من اتنين يا اما اف يا اما وذر دول بستخدمهم كاداه ربط ما بين الحاجه اللي انا بحول بيها للسؤال ما بين السؤال نفسه اللي بيتحول. يعني ايه يعني؟ يعني مثلا شي اسكت اهو دو يو سبيك فرنش شي اسكت اف اي اف اي تغيير الضمائر زي ما عملنا يا جماعه في تحويل الجمله بالظبط عشان كده تلاقي الجرامر بتاع اليونت دي شبه مكرر. من تغيير ضمائر تغيير زمن تغيير كلمات زي yesterday today tomorrow next last والحاجات دي هي هي اللي انا بعمله في تحويل الجملة تغيير الضمير تغيير الزمن تغيير كلمات معينة دل على الزمن او المكان التلت حاجات هم اللي بعملهم الفرق الوحيد اللي بينهم حكاية استخدام if او whether لما يكون السؤال اجابته yes او no او استخدام او اداه استفهام معينه زي هاو مين هاو ماتش هو واي وات الى اخره طب والباقي الباقي زي ما هو فاعل فعل مفعول والثلاث تغييرات اللي انا قلت عليهم طيب سؤال تاني اهو اجابته يس yes no. او نو هي سيد هاف يو ايفر بين ابرود هي وندرت اف اي اهو ادي اف طب ايه اللي بعد اف هتبص هنا هتلاقي اهو المظلله دي عباره عن ايه I had ever been abroad يعني جملة أو if طب إيه اللي بعد if أو I spoke French يعني صيغة جملة دي مهم جدا يا جماعة لأن في التشوس طبعا هيقول لي هي uh, he asked if did I speak French do I am I speaking أي كلام فطبعا أنا بدور على صيغة جملة مش صيغة سؤال في غير المباشر طيب أسئلة تبدأ بدل السفهام هستخدم نفس عدل السفهام مش هستخدم بقى لا إف ولا ولا وذر تمام تعال نشوف أنا عندي هنا مثلاً uh, he said where did you spend your rest your summer holiday where did you spend your summer holiday he why is he wanted to know يبقى وي تو نو know Where I استخدمت نفس اتس فاهم. إذا فلما بحول غير مباشر يا جماعة مفيش حاجة اسمها do و does و did اللي أنا بستخدمها في تكوين السؤال فده مهم جدا. طيب he wanted to know where where إيه بقى؟ أنا عندي هنا السؤال past simple أهو بدليل وجود did في السؤال فبحول الباست past simple بيرفكت past perfect يبقى where I had spent my summer holiday. Uh, he said, what are you doing now? What are you doing now? He asked what؟ ادي what زي ما هي زي ما عملنا مع where هنا طيب I was doing ما بقتش صيغه سؤال بقت صيغه جمله وحولنا ناو لذن زي ما احنا متعودين في تحويل الجمل ما فيش اي مشكله عشان كده انا بقول لك بقى لاحظ ان do وداز بتتحذف عند تحويل السؤال لغير مباشر طيب الازمنه هتتغير امتى لو بدانا بماضي زي ما عملنا في تحويل الجمله بالظبط مش بقول لك الجرامر ده شبه مكرر هاو ماتش دو يو ايرن طيب وهبدا مره ب هي وندرز ومره هي wondered باست سمبل طيب ونشوف الفرق بقى في التحويل هنا هي وندرز هاو ماتش اي ايرن فضلت بريزنت مضارع زي ما هو طب how much did you earn نفس السؤال بس المره دي هبدا ب wondered asked wanted to know had no idea inquired didn't know اي حاجه من اللي بتفيد صيغه السؤال he wondered how much I earned وحولت earn المضارع لماضي تغيير الزمن زي ما عملنا في الجملة طيب لما اجي يا جماعة لما استخدم shall في الاقتراح بتتحول لشد اعتقد ان انا دي اشرت ليها في الجرامر بتاع يونت 9 لو شال يا جماعة جاية في الجملة بتعبر عن فيوتشر بتعبر عن فيوتشر يعني جملة عادية I shall do my homework tomorrow يبقى هي سيد هي وود ويبقى الماضي بتاع شال في الحاله دي وود لانها بتعبر عن مستقبل زيها زي will زي وشال will في الحاله دي يبقى الماضي منهم وود طيب شال في الاقتراح بتبقى في صيغه سؤال وهي دي الحاله اللي انا بحول فيها شل لشد shall we go now he asked me if or whether we should go now طيب و تفضل ناو زي ما هي ما فيهاش اي مشكله آه بعد كده يا جماعه في حاله تحويل سؤالين لغير مباشر اه هم هو ما فيش حاجه اسمه سؤالين منفصلين بقى طالما السؤالين تحول لغير مباشر بيبقوا سؤال واحد بربطهم بحاجه زي اند اف اند اف طبعا سهله آه او اند واداه استفهام اذا كان موجود اداه استفهام يعني ده يتوقف على السؤال الثاني بيبدا بايه؟ بيبدا مثلا بديد

بدل are you بقيت I was غيرت الزمن وغيرت الضمير late and and ايه بقى and if عشان السؤال تاني بدأ بسؤال بدأ ده سؤال اجابته yes او no يبقى and if او oh and the weather صح and if and the weather I had missed the bus he said where did you buy the trousers ده سؤال تاني بقى غير علامه الاستفهام how much did they cost you he wanted to know where وهنا السؤال الماضي عملته ماضي تام باست بيرفكت اهو where i had bought the trousers and how ايه a... and how much they had cost me وغيرت السؤال الثاني بنفس الطريقه اللي غيرت بيها السؤال الاول اما يكون عندي بقى اوفر يا جماعه he said shall i get you some coffee ممكن احوله بطريقتين طريقه مختصره جدا واقول he offered me some coffee على طول والغي بقى حكايه جدي خالص

طيب ده بالنسبة لتحويل السؤال يا جماعة وزي ما شفنا حاجة سهلة وبدون التعرض لأي حالات شاذة هو كلام واضح جدا ومفيش مشكلة النهاردة عشان الجرامر صغير أو نضيف عليه حاجة درست قبل كده يا جماعة آه ال 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 الجرامر في الإنجليز زي النحو في العربي يعني أنت مطالب بكل ما سبق دراسته من قواعد يعني مش هتقول له تاج ده وهو حاجة هايفة أصلا زي ما أنت عارف أصل ده ما خدناهوش السنة دي فخدناه السنة اللي فاتت تقول واللي يبقى ده ما يجيش في تشوز لا يجي طيب هو الكويستشن تاج او السؤال المذيل اي الذي ياتي في ذيل في نهايه الجمله يعني او السؤال الافضل سؤال مضاف للجمله اهو تاج. تاج حاجه بتيجي في الاخر كده السؤال المضاف للجمله يا جماعه دايما معناه ما بيتغيرش انتوا بتذاكروا كويس يا جماعه مش كده اه مش كده دي هي دي الكويستشن تاج في العرب طيب او اليس كذلك اذا اردت الفصحى السؤال يا جماعه بيبقى عكس الجمله في الاثبات والنفي ما عدا حالات شاذة معينه هنتكلم فيها بعد شويه طيب في السؤال المضاف للجمله ده والكويستشن تاج بستخدم دايما ضمير فاعل يعني ما ينفعش اقول اذن هم مثلا لا لازم اقول اذن هي dont you cant she يبقى لازم استخدم ضمير فاعل خلي بالك الملاحظات دي مهمه جدا طيب يعني لما اقول مثلا اضيف از اس ستودنت ازنت هي سيرا هازنت got any money has she وخلي بالي بقى من بعض الحالات الشاذة اللي احنا اغلبنا عارفها بس لازم نقولها طبعا أه حاجه زي ليتس يا جماعه في حاجات مشهوره جدا اه ليتس جو دايما شال وي ليتس ايت شال وي ليتس دو اور هوم وورك شال وي ليتس شلوي ايه ده لكن في الثانيه لقينا ليت لوحديها واصل لوحديها يا نهار ابيض ليت اس ستي هير ويل يو اه عشان هنا يا جماعه ده اسكينج بيرميشن دي اسمها اسكينج انا بستاذن ممكن نقعد هنا من فضلك لو سمحت طيب يمكننا الجلوس هنا اليس كذلك طيب في اللي يبقى انا الاولانيه دي اقتراح اللي احنا عارفينه دايماً شالويه لكن لما بتبقى asking permission زي كده بتبقى will you طيب ام ام يمكن دي اكتر حاجه شاذه يا جماعه في الكويستشن تاج نستخدم في السؤال ار يا لا ار مع اي انها حاله غريبه جدا وفي حاله وجود ام نوت بقى يبقى ده مش شاذ ارجع عادي يعني اقول ام تيتشر ارنت اي طب اي ام نوت ا لوير ام اي طبعا انا عارف اني ان ان ار اي ليها حل تاني يا جماعه يعني ممكن اقول اماي نوت بس احنا بننصح باستخدام الشائع دايما في الامتحانات وبالتالي ام ستودنت ار اي ام بور ار اي الاحظ حاجه بقى على الكلمات اللي هي زي هم الكلمات دي يا جماعه ايه هم الكلمات دول هم كام افري وان سم ون ايفري بادي سم بادي نو Uh, ونضيف عليها ونضيف عليها اني ون اني ون ونضيف عليها بيرسون ال الكلمات اللي زي كده يا جماعة يعني انت يعني انا everyone everybody someone somebody anyone nobody anyone anybody uh, person بيجي مكانها في الكويستشن تاج ذي ولما ذلك عشان انا يعني سمون ده ممكن يبقى ميل او فيميل يبقى ماسكولين فيمينين مش مشكله مذكر مؤنث فبستخدم الضمير زي عشان نحل مشكله الـ 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 انا اقصد مذكر ولا مؤنث يعني لما اقول مثلا ون هاز دون ذا هوم يبقى في الحاله دي هتبقى هاز هافنت السؤال عكس الجمله يا جماعه في الاثبات والنفي باستثناء بعض الحالات الشاذة زي ما قلنا everyone has done the homework haven't they everybody's at the match aren't they nobody nobody بقى هنا نفت الجملة nobody saw the rowers did they طيب الكلمات التلاتة دول بقى something everything nothing anything مالهم وضف لهم anything something has happened hasn't it يبقى بستخدم مكانهم ات اخلي بالي بقى يا جماعة النفي بتاع الجملة مش مجرد دونت و doesn't و didn't". لا في حاجات كتير بتخلي الجملة تعتبر منفية زي seldom never scarcely neither little few barely hardly rarely no longer no longer كلمة واحدة لحسن واحد يفتكر ان دي no لوحدية ولونجر لوحديها مثلا هي no longer comes early does he مش doesn't طبعا no. عشان هنا يعني no لونجر نفت الجمله there is hardly any food if there few people أي ده يا نهار أبيض few people knew the way did they a few people وليه بيت a few bad لأن a few بتساوي some لكن few تدي معنى almost no تقريبا لا فبتنفي الجمله لكن اف يو معناها بوزيتيف وتدي معنى صم زي ما قلنا وبالتالي لو السؤال زي كده جمله باف يو هتبقى didnt they في حاله الامر المنفي طبعا بستخدم في السؤال will you don't open the door will you طب الامر المثبت لا الامر المثبت بنستخدم فيه حاجات كتير انا كاتب هنا اكتر اتنين معروفين مثلا close the door اقدر اقول will you want you can you could you فاقدر استخدم كذا حاجه الجمل اللي بتبدا باي ثينك واي بيليف يا جماعه اي ثينك واي بيليف يبقى الكويستشن تاج على الجزء اللي بعد اي ثينك وبعد اي بيليف واي اكسبكت واي و واي حاجات كتير طب افرض الجمله بدات باي dont believe اي dont think اي dont Yes, I don't expect. خلاص يبقى كده الجملة تعتبر من فيه يعني يعني مثلاً I think Hella will win. خلاص دي واضحة. won't she؟ يبقى مش don't I؟ الكويستشن تاج مش على I think. طيب السؤال الجملة الثانية I don't think they are lazy. I don't think they are lazy. لو شلت I don't think يبقى they are not lazy. وبالتالي الكويستشن تاج يبقى مثبت are they. تمام يبقى هنا لما نفيت دي خلاص الجملة اعتبرت منفية هنا النفي كان الجملة مثبتة عليه فش حاجة بس في حاجة هنا يا جماعة يعني انا الكلام ده الكلام ده امتى بطبقه حكاية ان ناخد على الجملة التانية دي لما يكون الـ الـ الفاعل بتاع الجملة اي او وي يعني يعني لما اقول هي thinks that Egypt will win مثلا. He thinks يبقى انا طالما الضمير بتاع الفاعل هي وشي وذي يبقى انا هاخد على الجزء الأولاني. طيب الضمير الفاعل بتاع الجملة هو I أو we يبقى انا باخد على الجملة التانية. لاحظ ان احنا الاختصار يا جماعه السؤال مختصر يعني هي دونت دي هي اصلا do not didnt دي هي did not لكن في الكويستشن تاج لازم تبقى مدغمه لازم تبقى مختصره فاقول دونت يو didnt she doesnt he isnt it وهكذا طيب عندي هاف بقى فعل اساسي بفضل طبعا ان احنا نستخدم دو في السؤال يعني لما اقول he has a car الأفضل إن أنا أقول doesn't he لأن أنا لما أحب فيها. هو بشوف إزاي بنفي الفعل يا جماعة he has a car لما أنا حبيت أنفيها أقول he doesn't have a car مش he hasn't a car ده الأفضل طبعا he doesn't have a car. خلاص يبقى doesn't هي اللي بتنفي فيرب to have لما يكون فعل أساسي طيب فعل مساعد خلاص واضحة ملهاش غير حل واحد he has come hasn't he he has died hasn't he لاحظ استخدام بقى الكويشن تاج مع تعبيرات معينه يا جماعه عشان التعبيرات دي الابوستروفي دي احنا عارفين ان الابوستروفي دي يا جماعه بتبقى اختصار يا اما ود او هات تمام كلام بتاع اعدادي دي بقى لكن عشان بيتر وراذر هنا دول نوع من الادفر فبالتالي ما لهمش علاقه بالقاعده اللي بقولها يبقى لما اقول دي اصلا دايما هات بيتر ما بتتغيرش ودي دايما would rather ما بتتغيرش وبالتالي you'd better leave hadn't you you'd rather go wouldn't you يبقى دي دايما هاد ودي دايما would آه، there يا جماعة هو there بنعتبره عادي ضمير زي الضمائر الباقية بستخدمه عادي في ال question tag there isn't any milk in the fridge is there oh. يبقى أنا استخدمت نفسها there مش it لا there ات uh, بتيجي بدأ مكان مين بقى؟ ذس وذات. واكيد ذيز وذوز هتبقى ذي يعني مش محتاجة ان انا اقولها. ذس از نوت رايت، از ات؟ ذاتس رونج، ازنت ات؟ كده. لما يكون في اف يا جماعه بيبقى ال ال السؤال على الجزء الثاني، يعني ايه على الجزء الثاني؟ يعني الجزء اللي فيه ويل او وود او وود هاف اللي بنقول عليه بالعربي جواب الشرط. يعني برضو يعني if she doesn't have a map she will get lost she'll get lost دي هي اللي انا هعمل عليها الكويستشن تاج فتبقى وونت شي هي she would مثلا يبقى وودنت شي وهكذا طب عندي اكتر من فعل مساعد في الجمله اه استخدم الاولاني يعني مثلا they should و have come earlier خلاص انا هاخد على should مش على have تمام يبقى shouldn't they عندي ought 2 يا جماعه آآ آآ بنستخدم مكانها shouldn't لان ought عاده في الكويشن تاج ما بنستخدمهاش في النفي يبقى دي ought to come shouldn't they مش oughtn't they حتى مش ما خالص they ought to come shouldn't they طيب عندي توتو عارفين توتو قاعده توتو خدناها في يونت 4 يا جماعه جميله لا يونت 4 اه يونت 5 صح لما يكون عندي تو تو يا جماعه بتطبق القاعده العاديه جدا يعني ال... <applause> عشان الخلاف اللي بيحصل كتير ما بين الطلبه. آه... لما اقول شي is... از آه، اصل هيقول لك ايه مش تو دي تم في الجمله. اه تو دي جايه مكان النفي اللي في الجمله الثانيه. يعني ايه برضه احنا مش فاهمين؟ يعني سعادتك لما ترجع الجملة دي جملتين زي ما كانوا، هقولها ازاي؟ She is very ill. الجملة التانية هتبقى She can't go to school. معايا؟ حلو. أنا الكويستشن تاني هيبقى على الأولى اللي هي مثبتة فبالتالي هتطلع لي منفية. لا قولها تاني دي. رجع الجملة الاصلها الجملة أصلها She is very ill. الجملة الثانية she can't go to school النفي أصلاً اللي جاي مكانه تو ده موجود في الجملة الثانية لكن الكوستشن tag على الجملة الأولى اللي هو she is very ill فيبقى question tag isn't she بس تو بتن... يا ابني كانت بتنفي الجملة الثانية جاي مكان اللي في الجملة الثانية question tag مش على الجملة الثانية الحمد لله كده وضحت في حالة وجود must بقى the house must be worth ملايين سوي ملايين البيت ده فين البيت ده mustn't it طب she really mustn't stay up so late must she طيب أحياناً بيبقى الفاعل محذوف ومفهوم من الجملة آه يبص كده للجو لك awful weather awful weather آه يعني the weather is awful isn't it أو it's awful weather isn't it تمام نو بادي ات هوم هي اصلها ذير از نو بادي ات هوم از ذير كمان ضفنا حاجه تاني جرامر بسيط كده يا جماعه عشان الناس اللي بتسال في حكايه adjective والادفرب والكلام ده لما اجي احول الفيرب لناون اكيد بحول الادفرب adjective ليه لان adjective يا جماعه او تعالى كده adjective بيجي مع النون طب الفيرب الفيرب بيجي مع الادفرب طيب لما الفيرب ده اعمل له نون شيء طبيعي الادفرب هتبقى adjective يعني والعكس تمام يعني تعال نشوف مثال احسن الكلام النظري ده هي ران كويكلي اه بس ران ماضي خلي بالك ران كويكلي هتعملها بقى adjective ونون تبقى ا كويك رانر كده أنا لغيت الفيرب verb run صح؟ يبقى لازم أحط verb مكانه. الفيرب أشوف الـ المناسب للجملة هنا طبعًا he was a quick runner ممكن في حاجة تانية تلاقي verb to have هو اللي مطلوب على حسب يعني he learns slowly آه ده مضارع بقى هنا مش هقول was هقول is is a slow learner أو بيت adjective ونون ومعظم الصفات يا جماعه دي اللي هي عارف الاساسيات بقى اللي هي المفروض اكون عارفها من ابتدائي من اعدادي مش مشكله المهم ان احنا عشان كده مهم يا جماعه ان احنا نراجع الحاجات القديمه دي معظم الادجكتيفز يا جماعه عشان اعملها ادفر بضيف لها ال واي كونتينوس كونتينوسلي ريماركابل ريماركابل فلوينت فلوينتلي شارب شاربلي سادن سادنلي الى اخره كتير طبعا مئات وربما الاف في حالات شاذه بقى الثلاث حاجات دول فاست fast fast hard late fast والامريكانز يقول لك fast انا ما اعرفش انا بفضل البريتش المهم دول adjective وادفرب يا جماعه في نفس الوقت يعني طب كمل weekly yearly monthly daily early برضه adjective وادفرب طب good good دي adjective والادفرب منها وال well, عارفينها تعالوا نشوف الكلام ده يبقى ازاي في الجمل يعني لما اقول مثلا there was a sudden change in the weather وعايز ابدا بـ the weather معنى كده انا بدل adjective ونون هي sudden change عايز اخليها verb و -adverb. يبقى changed وليه ماضي عشان ووز اللي هنا خلاص لغيت ووز بقى ما انا جبت الفيرب من النون changed suddenly طب جمله تاني معلش the temperature rose gradually rose gradually ده verb و -adverb. طب خليها لي كده adjective ونون يبقى yeah, there was a gradual rise in the temperature المفروض انا ببقى عارف يا جماعه ازاي بستخدم الادجكتيف وازاي بستخدم الادفرب طبعا وخلي بالي من الكم ملحوظه اللي جايين هارد ادفرب يا جماعه معناها with a lot of effort اقول لك اي ستدي هارد انا بذاكر ايه بذاكر بجد شي وركس هارد ما شاء الله عليها لكن اللي يا جماعه دي معناها almost no او almost not يعني تقريبا ما بيعملش يعني نقدر نقول ان هارد العكس هارد طيب ليت ليت ده وحش وحش ليه عشان جاي بعد الوقت اللي المفروض يجي فيه انت رحت المدرسه اي went تو سكول ليت وعيتك سودة افتر ذا اكسبكتد تايم تدفع غرامه ويذنبك بقى المدير طب lately لا ليتلي دي معناها من فترة صغيرة ملهاش علاقة دي معناها مؤخرا لقد حققت مصر مؤخرا الكثير من التقدم في مجال الصناعة مثلا دي حاجة إيجابية مش حاجة, حاجة بالسلبي خالص طيب her father was angry تعال نشوف المثال بقى واحد في ليت واحد في ليت له her father was angry ليه انجري اسم الله عليه because she had arrived هوم late لا المفروض يكسرها Have you been doing anything interesting lately? فيش حاجة شائقة كده كنت بتعملها مؤخرا اه كنت اقرا قعدت اقرا كتب في اني في حالة وجود فعل يا جماعة عايز احول الاسم بستخدم فعل تاني مكانه زي ما عملنا مثلا مرة استخدمنا فيرب تو بي ومرة تانية هتلاقي على حسب يعني على حسب الجملة ممكن تلاقي تو هاف يعني تعال نشوف مثال accidents have increased noticeably on this road لقد زادت الحوادث بشكل ملحوظ أو verb و adverb وخلي بالي ان الفيرب هنا جاي في زمن ايه present perfect اهو have increased وبالتالي verb to be اللي انا احطه مكانه لازم يبقى present perfect فلما اقول مثلا there, there has been وحول دي ل adjective و تبقى a noticeable increase in accidents on this road طب جملة تاني the production of oil will decline soon اه ده فيوتشر هاد فيرب تو بي في الفيوتشر اهو ذير ويل بي اد ديكلاين ان ذا برودكشن اوف اويل سون الادجكتفز بقى حاله شذ طبعا يا جماعه ال اللي اللي بينتهي بالال واي عاده هو الحال الادفرب يعني طيب لما تكون ادجكتف ومنتهيه بال واي لا دي شاذه جدا بقى طب دي يعني زي لافلي فريندلي fatherly, silly, cowardly, نيبرلي ugly, الى اخره مروا في language notes طب دول لما اعملهم adverb احط لهم كمان واي تاني فبدل lovely تبقى lovelily friendlily اه هتبقى سخيفه طبعا her song was lovely اه لما اجي احولها adverb بقى اهو انا جبت single verb وعايز lovely يبقى adverb يبقى كده in a lovely way او ان a lovely manner يبقى انا بستخدم ان a way او manner عشان احول بيهم الصفات المنتهيه ب ال الى حال طيب بعض الكلمات بتستخدم حال بشكلين مختلفين يعني ايه الكلام الكتير ده يعني كلمه زي فري يا جماعه مره الاقيها مجانا ادفرب اه او, أو freely انا عندي كلمه فريلي بس دي معناها بحريه يعني ايه بحريه يعني يو كان سبيك فريلي يعني يمكن يمكنك ان تتحدث بحريه طالما انك لا تضر الاخرين مثلا يبقى هنا معناها بحريه ما يعني فيش قيد عليك طيب يو كان هاف ذس بوك فري يعني يو كان هاف ذس بوك فري تستطيع الحصول على هذا الكتاب مجانا يبقى هنا معناها ويزاوت paying ماني يعني طيب نيجي لشارب اه انا عندي شارب وعندي شارب ليه؟ شارب يعني بالظبط لما اقول لك مثلا 10 شارب يعني 10 بالظبط برافو انا سامع واحد بيقول يعني زي اكزاكتلي كده تمام لكن sharply بحده يقول لك ده temperature روز sharply ارتفعت درجه الحراره ارتفاعا حادا مثلا هاي وهايلي ايه ده هاي يا جماعه عاليا عاليا يعني يعني الف فوق فوق بص شات الكره الكره طلعت لفوق اه يقول لك هي ثرو ذا بول هاي مش هايلي اه oh, رمى الكره عاليا طب هايلي لا هايلي زي فيري هايلي سمارت بوي يا ولد عليه ذكي جدا ده لما استخدمها بمعنى للغايه تعال نشوف مثال اهو يو ويل هاف تو هيت ذا بول كويت هاي تو جيت تو اوفر ذات نت شو تكون عالي بقى تعدي الشبكه دي ما اعرفش ده باسكت ده ولا ايه مش فاهم طيب يبقى هنا جت ايه ادفرب اهو بمعنى عليا فور اور كونتري تو ريمين حتى تظل بلادنا في وضع تنافسي وي نيد ا هايلي سكيلد هايلي على درجه عاليه من المهاره هايلي ايدكيتد على درجه عاليه من التعليم ورك فور قوه عامله متعلمه للغايه ماهره للغايه وبكده يكون انتهى الجرامر اللي موجود في يونت 10 اتمنى للجميع التوفيق يا جماعة و ان شاء الله يوم ولا اتنين ان اجابات بقى بتاعت الاكسرسايز والتاست الموجودة في اليونت